عاجل: طائرات عسكرية تابعة للجيش المصري تصل السودان، ننشر التفاصيل. وخبير مياه مصري يصرح بمفاجأة لصحيفة أجنبية بخصوص نهر النيل، وبننشر ليكم التفاصيل. وأمر عاجل من الرئيس السيسي والتنفيذ فورا. وأبرز المرشحين لخلافة البدري المقال من منصب مدرب منتخب مصر. وعاجل تفاصيل القبض على سمكري البني أدمين بعد أن تسبب في أزمة خطيرة لفنانة مشهورة. وعاجل بيان حاسم من الحكومة بشأن تأجيل بداية العام الدراسي. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وخبير مياه مصري يصرح بمفاجأة لصحيفة أجنبية بخصوص نهر النيل. وعلق خبير المياه المصري عباس شراقي على فيضان نهر النيل: توقع زيادة الفيضان في شهر سبتمبر الحالي. وقال الخبير في حديث لصحيفة RT إنه سجل يوم 6 سبتمبر منسوب النيل عند الخرطوم 17.18 من 100 متر، وهو أقل من أعلى منسوب سجل العام الماضي 17.66 من 100 متر في مثل هذا اليوم ب 48 سنتيمتر. وتابع: يبلغ إجمالي التخزين في بحيرة سد النهضة حاليا حوالي 10 مليارات متر مكعب عند منسوب 579 متر فوق سطح البحر، منها 5 في يوليو 2020 و3 في يوليو 2021، وإضافة 2 مليار متر مكعب مؤقتا نتيجة عدم إمكانية تصريف مياه الفيضان بالكامل من الممر الأوسط. وأضاف: وسوف تمر هذه المياه بداية الشهر القادم مع انخفاض الأمطار لتستقر البحيرة عند منسوب 573 متر بإجمالي تخزين 8 مليار متر مكعب. تظهر الصور الفضائية عدم وصول المياه إلى السد المكمل وتبعد حوالي نصف كيلو متر. وأشار إلى أنه بدأت مياه الفيضان في عبور الممر الأوسط يوم 19 يوليو الماضي مع استمرار فتح بوابتي التصريف اللتين تم فتحهما في منتصف إبريل الماضي، وتم غلقهما مرة أخرى منتصف أغسطس اعتمادا على الممر الأوسط الذي مرر 552 مليون متر مكعب يوميا، وهذه كمية أعلى من المتوسط بحوالي 18%. وسوف تقل هذه المياه تدريجيا إلى أن تصل إلى حوالي 350 مليون متر مكعب في اليوم بنهاية الشهر الحالي. وكانت الأمطار في معدلها الطبيعي في شهر يوليو وأعلى من المتوسط خلال شهر أغسطس بحوالي 30%. المصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل: طائرات عسكرية تابعة للجيش المصري تصل السودان. وكشفت مصر عن إرسالها طائرتي نقل عسكريتين إلى السودان على متنهما مساعدات إنسانية تتضمن كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطانيات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين. في تغريدة له على حسابه في تويتر، نشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبد الحافظ غريب مقطع فيديو توضيحي لهذه العملية الإنسانية، وعلق قائلا: استمرارا للدعم المصري للأشقاء بدولة السودان، مصر ترسل ثاني رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوي للأشقاء السودانيين. المصدر معنا كان من RT. طبعا السودان ومصر أشقاء، الشعب السوداني شقيق الشعب المصري، الاثنين حاجة واحدة، فيش حاجة يعني تقدر انها تفرق الشعبين دول عن بعض. فتحية طيبة لإخوتنا السودانيين وربنا يحفظهم ويسلمهم بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وأبرز المرشحين لخلافة البدري المقال من منصب مدرب منتخب مصر. قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ
إعفاء حسام البدري والجهاز الفني والإداري للمنتخب والإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال 48 ساعة. ويعتبر الرباعي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة والأرجنتيني هيكتور كوبر والسويسري رينيه فايلر وشوقي غريب الأقرب لخلافة حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر. وجاء قرار إقالة حسام البدري والجهاز الفني والإداري بعد تعادل منتخب الفراعنة أمام منتخب الجابون 1-1 في المباراة التي جمعتهم الأحد الماضي على ملعب فرانسيفيل بالجابون ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم. ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن وصيفه منتخب ليبيا الذي سيحل اليوم الثلاثاء ضيفا على نظيره الأنغولي صاحب المركز الرابع والأخير من دون رصيد. ويشغل منتخب الجابون المركز الثالث برصيد نقطة واحدة. مصدر معنا كان من وكالات طبعا يعني أنا أحتاج رأيكم في كابتن حسام البدري على أدائه مع منتخب مصر. طبعا أنا مستاء من هذا الأداء طبعا يعني كان أداء مصر أمام الجابون كان أداء سيء والسبب يرجع للكابتن حسام البدري. أعتقد أنه قرار سليم جدا بإعفاء حسام البدري عن تدريب منتخب مصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وعاوز رأيكم بخصوص إقالة حسام البدري من منصبه. نتكلم مع بعض الخبر آخر وأمر عاجل من الرئيس السيسي والتنفيذ فورا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي جهات الاختصاص بتكثيف حملات التوعية للمزارعين مع اقتراب موسم الزراعات الشتوية. وطلب الرئيس السيسي بتوعية المزارعين بخصوص أفضل السبل والآليات الزراعية وكذا استخدام أجود أنواع البذور فضلا عن التأكيد على فوائد وإيجابيات نظم الري الحديثة والذكية بما يساعد على ترشيد استخدام المياه ومضاعفة الإنتاج ويفتح آفاق التصنيع الزراعي التي من شأنها أن تساهم في توفير العديد من فرص العمل فضلا عن تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي المنشود. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي بأن الرئيس السيسي بحث خلال اجتماع مع مجموعة من المسؤولين متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي مستقبل مصر للإنتاج الزراعي الذي يتضمن استصلاح 350 ألف فدان كمرحلة أولى وذلك ضمن نطاق المشروع الأشمل العملاق الدلتا الجديدة بإجمالي مساحة 2.2 مليون فدان. وتم استعراض أبرز المحاصيل الزراعية التي سيجرى انتقاؤها بما يتوافق مع طبيعة التربة والمناخ للمنطقة وتوفير مصادر المياه وذلك في إطار الاستعداد لزراعات موسم الشتاء المقبل كما جرى عرض الدراسات الخاصة بمخطط زراعة النباتات العطرية والطبية التي تستخدم في الصناعات الدوائية. مصدر معانا كان من اليوم السابع مشروع الدلتا الجديدة أعتقد أنه يعني هينقل مصر من حتة لحتة تانية خالص. إن شاء الله ربنا يوفق مصر الشعب المصري والرئيس السيسي وكل من قام وبذل مجهودا للارتقاء بمصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. نتكلم مع بعض الخبر آخر وعاجل تفاصيل قبض على سمكري البني أدمين بعد أن تسبب في أزمة خطيرة لفنانة مشهورة. قام قوات الأمن المصرية بقبض على يوسف الشهير بسمكري البني أدمين في مصر وذلك بعد أن تسبب في أزمة خلال علاج الفنانة ساندي. كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بعد غلق وتشميع المركز أن المتهم تم القبض عليه منذ عام وتم إخلاء سبيله وأن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قامت بضبطه العام الماضي بمدينة نصر وتم تحرير محضر له وتم إخلاء سبيله من النيابة العامة. وتبين أن المتهم زور بطاقة الرقم القومي وانتحل صفة أخصائي علاج طبيعي. التحريات أكدت أن المتهم قام بتزوير الشهادة الجامعية كما أوضحت التحريات أن الأجهزة الأمنية عندما داهمت المركز ضبطت العديد من الشهادات وكلها مزورة وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقع، وحذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي من التعامل مع يوسف وشهرته سمكري البني أدمين لانتحاله صفة أخصائي علاج طبيعي، وتبين أنه زور البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة. وأغلقت إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة مقر للمتهم افتتحه كمركز علاج طبيعي في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، حرصا وحفاظا على صحة المواطنين. وطالبت النيابة بالتحري عن الهوية الخاصة به وعن ترخيص المكان وترخيص مزاولة مهنة الطب، وذلك بعد تحذير الفنانة ساندي على انستغرام من سمكري البني ادمين الذي ظهر مؤخرا في عدد من فيديوهات النجوم وقالت ده نصاب وعمل لي اصابة كانت هتعمل لي شلل رباعي، منه لله يمهل ولا يهمل وحسبي الله ونعم الوكيل. وده تحذير يا جماعة، مش اي حاجة الفنانين او الانفلونسرز يعلنوا عنها تعملوها ارجوكم. مصدر معانا كامل المصري اليوم، اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر، وهو عاجل بيان حاسم من الحكومة بشأن تأجيل بداية العام الدراسي. كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد لتزامنه مع الوباء، أكد أن الدراسة في الموعد المقرر لها ولن يتم تعطيلها إلا بقرار سيادي، وقال إن الدراسة سوف تكون طوال أيام الأسبوع. أشار إلى أن الدولة تدرك تأثير الانقطاع عن المدارس على التعليم، خصوصا الأطفال الذين لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم. دكتور طارق شوقي أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على MBC مصر أن من الضروري تقليل الخسائر في تعلم الأطفال، ورئيس السيسي يعني أمر إن احنا ناخد احتياطاتنا ضد الوباء عشان الدنيا تكون تمام إن شاء الله وما فيش أي وباء ينتشر إن شاء الله. أترك لحضراتكم التعليق، وإن شاء الله ربنا يبعد عننا أي أذى ويبعد عن أطفالنا وولادنا وإخواتنا أي أذى بإذن الله. أترك لحضراتكم التعليق. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم بإذن الله في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.